touching it مش معناها ان شو ان our mission ends. We have to follow the patient لان ممكن يحصل recurrence to deformity. ده رد على سؤال حضرتك. انه بيحصل في material closure we haven't seen it يعني. يعني الحمد لله we were lucky not to see it. And بل على العكس لازم المريض يشوفه علشان recurrence of deformity. The deformity may recur again في line of his growth. معناها ان احنا المريض واثناء واثناء وجود البليد وبعد ما نشيل البليد we have to follow him always our army every 3 months every 6 months according. احنا بنشكر الدكتور عمرو البطوطي الحقيقه على المحاضره الجميله وان شاء الله هنطلب الكلمه للدكتور مصطفى الشرديني النهارده الحقيقه جايب لنا the latest paper عن الـ 8 plate have ever been published. اتفضل. اولا طبعا انا برحب بيك وانا سعيد جدا بال يعني بالمؤتمر بيننا وبين الدبلومه المعتمد رئيس المجلس الفاضل طبعا وطبعا التعاون العلمي احنا المعهد لا يرفض اي شيء طبعا ودي حاجه بتضرنا اولا وبتفيدنا ومرحب بيكم جميعا. بالنسبه للبيبر الحقيقه هي البيبر اتعملت في مالتي بورتال عباره عن كويشنير سأل حوالي 337 عضو من اعضاء الامريكان اكاديمي بتاعت البوسنه الامريكاني بتاعت بوسنه امريكا على اساس ايه اللي هو سواء كان الفيلير سواء كان يستخدم ايه بالظبط سواء كان التكنيك وكل حاجه بحيث ان هو يطلع بايه اساسا بيتكلم على اسباب الفيلير بالنسبه للتكنيك. الحقيقه رصدوا 65 حاله من الحالات ديت 65 حالة من 337 يعني دكتور فرصدوا كل اللي رصدوه 65 حالة. معظم الحالات ديت اللي لم تكن كلها كانت لغو. ومش بس كده كان البادي ماس اندكس اللي هو اكوردنج تو ناشونال انستيتيوت هيلث اللي هو هناك بيقسم الوزن طبعا دي حاجة كويسة برضك عشان الواحد يخس ان هو النورمال البادي اندكس هو عباره عن تقسم الوزن على مربع الطول في المتر فلقوا ان هو المفروض الطبيعي اقل من 25 الاوفر ويت من 25 ل 29.9 الاوبيس من 30 ل 39.9 ال 40 لفوق موربد اوبيس ماشي احنا طبعا الاوبيس فلقوا معظم الايه معظم ان لم يكن كلهم المتوسط البادي ماس اندكس اللي حصل فيلير 37 يعني قلنا الاوبيز من 30 لغايه 39 هم قريبين قوي من الايه فدي حاجه. الحاجه الثانيه لقوا ان كل الفيلير بيحصل فيه اللور سكرو الميتافيزيال سكرو بالنسبه طبعا للمين كل الفيلير بيحصل فيه الميتافيزيال سكرو مفيش ولا فيلير حصل في البيت مفيش ولا فيلير حصل في الجسم. فراوا ذلك الى حاجه في التكنيك وحاجه في الاستراكشر بتاعه وحاجه طبعا ريليتد اكيد للبادي ويت والبلانك يعني بيرسي كباثولوجي. فهم ريكومند ان هم وهم بالذات او في التكنيك ان لازم ما يبقاش في ستريس عندهم هو دايما في التكنيك يعني عاده انت لما تيجي تدخل تكون ثلاثه تدخل تروح عامل الميتافيزيال سكرو تروح مقبط عليه وبعد كده تبدا الميتافيزيال سكرو. قالوا لا لازم توزع الاستريس يعني انت كده بيحصل ستريس جامد على اللور سكرو عامل زي اللي بتعمل انت عارف الكاوتش بتاع العربيه السيدان بتاع العربيه لو انت ربطت كله وسبت واحده الاخر ده هيتكسر فلازم تقعد توزع تك 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 فانت لازم توزع وانت بيها بتشوفها في التكنيك بحيث ان انت تربط شويه من فوق تربط شويه من فوق تقعد تعمل ايه تيرمو اوفر لغايه ما الاثنين يتربطوا ما تربطش الواحد وحده والثاني دي في التكنيك. تاني حاجه لازم يبقى بارلل ابسس علشان تدي فرصه ان هو يبقى دايفيرش اثناء الايه؟ اثناء الكورس. فدي في التكنيك لكن اساسا اللي ريليتد طب يعملوا ايه للراجل الاوبيز وبالذات البلاو قال لك اللوبيز والبلاون لازم تاخد اثنين بليت. اثنين بليت في كل ناحيه علشان الراجل الضخم دوت يبقى ايه؟ عوض. وبعد كده بيقولوا ان الاستريس اللي واقع على النون كانيوليتد بيبقى
يعني النون كانيوليتد كان ريزيستنت ستريس او اقوى من الكانيوليت حوالي 70%. فبالتالي ريكومند في البلاونت والاوبيس او الاثنين بالتاكيد ان انت تدخل التمبريت ويستحسن يكون ايه نون كانيوليتد. بس دي هو ديت يعني ما يعني دي بس كتبوا ان هم محتاجين مور ابحاث عشان يوصلوا لها ان هو هل الستيل ستيل بيقولوا مبدئيا هو اقوى من التيتانيوم بس ادعوها ان هم محتاجين مور ميتالورجي ك ك ك ك ك ك بيبر لوحدها يعني عشان تبقى ساينتفك. لكن دي معظم الحاجات اللي هي الميتالورجيا والبيبر اللي عملها 2010 موجوده في الجورنال بجد. بس انا كومنت انا كنت اتمنى الهمزه بتوع الفصل عشان ملسع كلام الدكتور مصطفى جاب الليتست. اما احنا نعرف ان هنتكلم على ايه ليه؟ عايز واحد مننا كده يروح عامل سيرش وكان يعمل يجيب لنا هو الفكره. احنا عارفين ان ايه ليه؟ حد قراها في ويجي او قراها الغيره العلميه انا بسميها الغيره العلميه. شكرين دكتور مصطفى. واحد عموما يجب على الباقيين لا اكبر فولو اب هو الدكتور بيسال اكثر فولو اب بالنسبه للمعهد هنا عملنا قد ايه؟ انا بالنسبه لي دكتور عمرو معاه نمبرز حاجه بس دكتور عمرو يمكن اكثر شويه احنا عندنا نمبرز عدد كبير من الحالات بس يمكن عمرو البطوطي خاف من الحسن فما يقدرش يقول لكم. هو الحقيقه حالات الجينو بالجم وجينو بالجم بتجيلنا كتير قوي 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 بصفاتنا بيدياتيك اورثوبيدكس في العيال عندنا. يعني انا والدكتور عمرو او الدكتور عمرو عزام وانا والدكتور بطوطي وبقيه الوحده وبقيه القسم اعتقد يعني انا اي دونت ريمبر اكزاكتلي وين يعني بريسايزلي ذا لاست تايم اي ديد osteotomy or corrected osteotomy for these cases من امتى يعني بس it seems to be a long time now يعني لسه ما وصلناش في الرحله لان دلوقتي احنا بقى لنا فتره طويله تقريبا الاوستيوتومي دي شبه تنسيناها يعني من كتر ما بنستعمل ال 8 بليت يعني بس لسه الحقيقه يعني الامور لسه ما يعني بتتمخض ان شاء الله من الشغل اللي بيتعمل دوت هيتشر بعد كده باذن الله. احنا ابتدينا نشتغل بالاي بليت وكانت يعني من المستيكس بتاعتنا اللي اتمنى ما تقعوش فيها ان احنا ما كناش بنعمل ريكوردنج لبدايات حالات. دلوقتي ابتدينا نعمل ريكوردنج احنا واصلين اكتر من 70 حاله. لكن في حالات في الاول وعلى الصعيد الشخصي بره المعهد كمان مش ريكوردنج. يعني احنا اشتغلنا بيها كتير الحمد لله ده على مستوى مجموعه واحده من مجموعات العمل في المعهد مش على مستوى المعهد كله. احنا جبنا بس العدد بتاعنا اللي احنا اشتغلنا فيه في المجموعه بتاعتنا. موجودة في كذا شركة الحمد لله. سهلة دي كارت ومديك كل حاجة ونعملها كمان ريكومنديشن. اسألوا على الشركة اللي جابت الآلات المعروفة سهلة أوي. هيعرف في الورك شوب طيب خلينا نبدأ. أنا الحقيقة حطيت أول سلايد لصورة المرحوم الأستاذ الدكتور حسام فتاح وهو أستاذ أساتذتي. أي أنا حضرت يوم الخميس حفل التأبين بتاعه وكان مليء بالمشاعر الكويسة. ربنا يحسن ختامنا ويحسن سيرتنا زي ما هو سيرته حلوة. طيب خلينا نبدأ. الدكتور عمرو الحقيقة اداكم أوفر فيو فأنا معلش يعني الأمور عندي دايما بحب أرجع فيها للبايوميكانكس. فكل الكلام اللي أنا هقوله برضه اللي عنده أي كونسيرن نرجع تاني نشرحه. دكتور عمرو ادانا نص جزء صغير قوي عن البايوميكانكس وساب
يعني نشرح لكم شوية. تمام. أول حاجة هو ده الشكل بتاع الايه بليك، سواء على الديستال فيمر أو على بروكسمال تيبيا. النهاردة كل كلامنا على حاجة اسمها فاسيليتيتنج سير مش كومبريسيف سير. محدش يفكر دايما في الايه بليك على انه بيعمل اي كومبريشن على الفايس، زي ما الدكتور مصطفى قال لنا ده كنترولينج جروس. ده انا بالعكس هقول لكم النهارده كمان انه بيفاسيليتيت الجروس في المكان اللي هو فيه، يعني هنا هو ما منعش الجروس، هو قلل ريت الجروس. في فرق كبير بين الاثنين، وده كان سؤال حضرتك. ما بيعملش كومبريشن، هو بيدي فرصه لانه يدي كل الايفكت الفاسيليتيشن في الجروس على الكونترالاترال سايد، وهنا برضه بيحصل جروس تو ليميتد اكستنشن. عشان نفرق بين الستيبل اللي هو الحاجة القديمة اللي كنا بنعملها والايه بليت الجديد اللي موجود. طيب دي بيسموها هنا هو عمل كومبريشن على الفايسس، وليه عمل كومبريشن؟ عشان هو حاجة اسمها أخذ الفالكرم بتاعته جوه الفايسس. لما نيجي نفتكر على الستيبل إن احنا لازم نهامر عليه، والهامرينج ده بيعمل له كومبريشن على الكورتكس، فبقى خلى الفالكرم كلها فايزيال فالكرم. كل ما نقرب جوه الفايسس كل ما الكمبريشن يبقى ماله اعلى بكتير. تمام. لكن كومباراتيفلي على الـ على الايت بليت هو فاسيليتيتنج الفايسس. ازاي؟ انه الاكسترا فايزيال فالكرم اللي اداكوا عنوانها الدكتور عمرو في التوك اللي فاتت هي عباره عن ان البليت اكسترا بره الايبافيسس. ده بالعكس كمان في التكنيكاليتي لما الدكتور جورج هيشرح لنا، لما بنيجي نربط المسامير ليها طريق، كل واحد هيجي يربط المسمار هو متوقع انه زي المسمار بتاع البليت العاديه يربط لغايه اما المسمار يقف. هنا ما فيش حاجه اسمها كده. هنا انا بربط المسمار عشان اربطه بصوابعي بصبعين بس، ويبقى على قد التورك بتاع ايدي الليمتد. ليه؟ لان كل ما بربط جامد هيحصل ايه؟ اهو زي السلايد، هتبقى الفالكرم بتاعت حضرتك جوه الفايسس. كل ما تضغط البليت جوه البون كل ما ماله يأرست او يمنع الجروث اكتر. احنا عايزين نكنترول الجروث مش عايزين نمنع الجروث. ففي فرق كبير ويمكن هتشرح لنا اكتر كمان شويه. ايه الكلام ده والريفرنس بتاعه؟ The concept of compression for the stables, the physis has a slower correction because the fulcrum is within the physis. يعني بالرغم من انه بيأرست الجروث لكن الكوركشن ريت في الستيبل اقل من الكوركشن ريت في الايت بليت. نمرة اثنين، the principles of facilitating rather than the compression of the physis if the correction occurs more rapidly, more than 30%. عكس اللوجيك، ان انا لما اعمل compression للفايسس يبقى الناحية الثانية هي اللي هتجرو. لا ابدا. ده هو لما اعمل كنترول بس الناحية الثانية هي اللي هتجرو كويس. تمام؟ ويمكن الريفرنس انا جايبه لحضراتكم في نهاية الايه؟ الصفحة. طيب، نيجي للجزء الثاني ودي احنا عارفينها من البليتس العادية، الفرق بين الستريس شيلدنج والستريس او اللود شيرنج. في حاله الستيبلز بيعمل حاجه اسمها ستريس شيلدنج، يعني كل الستريسز اللي نازله نتيجه الجروث بتاعه العظمه كلها جايه على الستيبل. لكن في حاله الايت بليت هو لود شيرنج. يعني ايه؟ يعني الستريسز جزء منها واقع على العظمه نفسها وجزء منها بيمشي ثرو ذا شافت اوف ذا سكرو اند ذا بليت اند ذا شافت اوف ذا سكرو. يبقى ده اسمه load sharing، وده ده much much better for the growth and vascularity as well. The load sharing means that when a bone with an implant is loaded, the load passes through both the implant and the bone. العكس بتاعه انه لو stress shielding means the entire load will pass through the plate. وده فرق كبير قوي في الـ في الابليكيشن وفي الاستعمال. طيب نيجي نتكلم هنا، نرجع تاني الاي بليت. جزء بقى مهم قوي في الميتالوجي بتاعه انه فلكس. الاي بليت نفسه كميتال هو كونكيف، بيبقى باين قدامنا وهنشوفه على الترابيزات دلوقتي. لو خدنا بالنا اهو الاي بليت، اي اي بليت في الدنيا لازم يبقى كونكيف زي ما انا جايبه لحضراتكم كده، ما ينفعش يبقى ستريت. ليه؟ عشان الماليابيليتي بتاعته مع الجراف هتبقى ستريت نتيجة الستريسز اللي وقع عليها نتيجة الديستراكشن فورسز أو الشير فورسز لو أنتوا يعني هنتكلم باللغة العلمية. وبعدين كمان بعد ما يبقى ستريت يبقى كونفكس زي ما ورانا صورة ليها الدكتور عمرو في الأشعة الأخيرة بتاعته.
يبقى دي حاجه مهمه قوي ليه. The growth is facilitated rather than restricted and the alignment is restored more rapidly. لكن في حكايه الماليابيلتي بتاعت الستيبل مفيش ماليابيلتي. ده ما بيعملش اي حاجه غير انه بيوقف كل حاجه. طيب نيجي لاخر حته وانا جايب هنا عشان كده ليبل تو سكروز، انه زي ما شرحنا لنا من شويه انه السكرو هيد بتعمل بيفوتنج جوه الهول بتاع البليت زي ما انا موريها لكم كده. لو انا مسكت البليت كده مش بس ممكن اركب السكرو كده، لا والسكرو كمان يبقى بيفوتنج حوالي 25 degrees on each side. ودي حاجه ميزه قويه جدا عشان برضو مالابيلتي بتاعت الستريسز اللي هتقع على البليت. تاني حاجه انه السوافلنج بارت دوت بيقلل البول اوت ستريس على المسمار. لو المسمار معمول انه يبقى بيرفنديكولار بس ويبقى فيه كراس كده، يبقى هيحصل ايه؟ اول حاجه هيسال المسمار زي ما انا بشاور كده، اول حاجه هيبتدي المسمار يطلع ومعاه البليت. يبقى كل ما زود الماليابيلتي بتاعت البليت، كل ما زود البيفوتنج بتاعت السكرو، كل ما يقلل الكومبليكيشن الممثله في البول اوت ستريسز او البول اوت فورس. تمام؟ ويمكن في الصوره دي شرح لنا ان هو يا اما دايفرجنت يا اما كونفرجنت حوالي 45 degrees كمان في بعض البليتس. ده من ضمن المميزات الكويسه قوي. طيب نيجي نلخص الكلام ده كله. انا الحقيقه هو في كلام كتير احنا لخصناه في كلام قليل. نقول انه ده الايت بليت از فلكسبل وده ريجيد، واحنا شرحناها ليه؟ لان الميتالورجي بتاعه بيفرق. ان كونسترينت وهنا كونسترينت، ده جامد وده مش جامد. فاسيليتيتنج ذا فايسز وقلناها لان هو مش بيمنع البراس، ده بيكونترول البراس فبيفاسيليتيت من الناحيه الثانيه. لكن هنا بيعمل كومبريشن للفايسز، يعني الريت اوف كوركشن بيقل مع الكومبريشن. ده لود شيرنج على الايت بليت وده ستريس شيلدنج. اهم حاجه نفتكر انه ممكن يتركب ده سنجل، لكن ساعات بضطر اركب الستيبل مالتيبل. لكن التو اكسبشنز اللي اتكلمنا عليها الدكتور مصطفى بيه اللي هم الحالات اللي عندهم بلانكس او الاوفر ويت. تمام. طيب دون السات بتاع الايت بليت والحقيقه عباره عن ثلاث اربع الات بس، مفيش فيهم حاجه ثاني. كانيوليتد دريبت ومعاها في بعض العلب او لا اتاب وسليفز فايف سليفز وسكرو درايف، مفيش اكتر من كده. يعني حاجات فيها وكي واير وسات مسامير وشرايح وكده، ده مهم قوي. يعني مفيش فيها اي كعبله. اهم حاجه نفتكرها ان انا لازم يكون معايا ايمج في اوضه العمليات، من غيرها ما ينفعش استخدم الاي كليك. طيب احنا يعني انا جايب تو كيسز سرعة جدا على امثله للنهارده، اللي هي لو قلنا ان ده خمس سنين وجينو فالكم زي ما احنا شايفين يونيلاترال، وركبنا له الاي بليت بعد سنه بالظبط ابتدى يتصلح كومباراتيفلي من قبل ما يركب. تمام؟ وده خد بالظبط 12 شهر. الحاله الثانيه واللي هي المثل عليها برضه في الورك شوب، اللي هي لو عندي جينو فارم تيبيان وده ولد عنده 12 سنه تمام ولسه الفايسس اكتف، لان الكونترا انديكيشن زي ما شرحنا دكتور عام ان يكون الفايسس كلوزد او الماتيوريتي وصل فيها العين للماتيوريتي، وده بعد الابلكيشن. دايما دي الحقيقه دي كانت اول حاله ركبها، والعين ده دلوقتي في السعوديه عنده حوالي 20 سنه. تمام او قرب، يعني انا مش فاكر 18 او 20 حاجه كده. تمام وداوا بعد حوالي سنه ونص. قعد سنه ونص ليه؟ لانه قريب من الماتيوريتي، فطبعا الريت اوف جراس بتاعته اقل. تمام؟ هما دول المثالين اللي انا حابب كنت اوريهم لكم. السمري بتاعت التوب بتاعتي انه الاي بليت از لود شيرنج، انه فلكسبيليتي بتاعت البليت عليها عامل كبير قوي، انه 1 بليت بير فايسس ده مستحب، انه السكروز ريزيست ذا بول اوت فورسز، وقلنا كذا طريقه ازاي السكروز بتريزيست هذه الفورسز، انه الدايفرجنج سكروز فانكشن لايك ا هنج تو جنتلي جايد ذا natural growth مش preventing natural growth، وال easiness of application and removal، وده الحقيقه هنوريه لكم عملي حالا على ترابيزات الورك شوب. حابب نقول لكم عن الابديت الجديد، انه زي ما بنكلمكم عن البول اوت ستريسز كلها اللي بتقع على السكرو هيد نتيجه الستريسز الواقع على البليت، ففي ابديت جديد عن البليتس الهيت بليت. ده لو فكرنا كده ان ده الهيت بليت الحالي وده الهيت بليت المستقبل، ده هيبقى فيه هنج. الهنج في نص البليت بالظبط. وده الحقيقه هيقلل كتير
من الـ pull out stresses اللي على الـ screw heads زي ما انا شرحت. اول حاجة ان كل الـ stresses الـ shear forces هتبقى على الـ hinge. تمام؟ يبقى او نقول معظمها عشان ما نبقاش بنبالغ، هي باين قوي ان ده plate وده فيه hinge في النص، ويقدر الـ plate دوت يبقى ينتني او يتفرد في الناحيتين، يعني مفيش فيه lock، فيه free mobility. ايه المميزات الثانيه غير ان هو بايوميكانيكال يبقى احسن في الابلكيشن وفي في الكومبليكيشن ليس كومبليكيشن؟ انه كمان في الابلكيشن ات كان ادابت تو ذا سيرفيس اوف ذا بول. الحقيقه الكونكافيتي بتاعت البليت بتاعنا ده ممكن ما تبقاش ادابتنج للسيرفيس، فاجي الاقي مشاكل في التركيب تاخر شويه او تطول وقت العمليه، ولكن هي ميزه صغيره من ضمن مميزات الهنج بليت ان هي to adapt to the surface to be applied. لو concave أو convex أو حتى الكونكافيتي عالية أو قليلة it can adapt to it. الميزة كمان الكويسة قوي واللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها انه الـ 8 plate العادية انا لازم نركب الـ 2 screws مالهم parallel للـ 5 في الحالات بتاعت الـ hinge plate forgiven خالص ان انا اركب كمان الـ screws بتاعتي divergent from zero، يعني مفيش مشكلة ركبتهم parallel او ركبتهم divergent، وده لو فكرنا فيها هيقلل وقت العملية لان ده مش هيخليني ابقى لازم اخد شوتس كتيرة في الاكس راي على الامج وبتاع وارجع تاني في الاي كيو في الاخر، لا هيبقى عندي forgiveness ان انا ممكن اركبها little bit divergent about 15 degrees to each one. ده نيوز ابديت عن الهنج بليت. السيرج الانسترومنتس بتاعت الهنج بلايت الحقيقه ما زادتش كتير، في التين زياده بس اللي هو الابليكيتور وهولدر، يعني زياده عن الالات بتاعت الايت بليت العاديه في التين صغيرين، وممكن كمان نستغنى عنهم بعد شويه هنلاقي ان ايدينا مشيت فيها وممكن ما نحتاجش كل الالات دي. تمام. الحقيقه انا بشكر حضراتكم وانا حاطط الصوره دي قاصد بيها ان العيال الصغيره اللي عندها جينو فارا او جينو فالجام الحقيقه مستقبلهم حلو، ما فيش فيه امواج عاليه، مستقبل احسن، مش هيبقى فيه ان شاء الله اوستيوتومز كتيره، ليرنينج كيرف بتاعنا كلنا هيزيد في الايت بليتس بحيث ان احنا نقلل الهازردز والكومبليكيشن بتاعه اي اوستيوتومي وين نوت نيدد ان شاء الله. شكرا جزيلا.